بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق لكثرة ما يرزق وكثرة من يرزق. والرزق إما رزق عام أو رزق خاص، الخاص بالمؤمنين الإيمان والتقوى والعمل الصالح، أما العام حلال وحرام. نعم، فالجنة لا تطلب إلا من الله، وكذلك الرزق. والقوة هي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل دون ضعف، والقدرة دون عجز. قلنا معنى القوة والقدرة هذه معلومة لدينا، المعاني معلومة، والكيفية علم عند الله، والسؤال عنها بدأ. نعم نعم. أن الأول والآخر والظاهر والباطن لا يمكن أن نتعدى ما جاء من تفسير هذه الأسماء عن النبي عليه الصلاة والسلام. أعلم الخلق بالله وأنصح الخلق بالخلق. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الإثبات بالنفي حتى لا توهم المتوهم أن هذه الأولية نسبية وإحاطة زمنية وإحاطة مكانية. لكن الأول مع الآخر قلنا أسماء مزدوجة لا يمكن أن تفصل، وأحيانا تقترن بعض الأسماء فيصح أن تفرد وتقترن، كالحي مع القيوم والسميع مع البصير والرحمن مع الرحيم، فتح الله عليك. فالأسماء مفردة ومقترنة ومزدوجة. نعم. مفاتح الغيب خمسة: مفتاح الدار الآخرة، مفتاح حياة الأرض، ومفتاح الأجنة، مفتاح الأرزاق، ومفتاح الأجل، فتح الله عليك. نعم. رأينا أنواع التوكل من خلال أخذنا تفسير وتوكل على الحل الذي لا بد. توكل هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة بالأخذ بالأسباب المشروع على الممنوع، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: اعتماد مطلق وتفويض جميع الأمور إليه واعتقاد أن بيد جلب المنافع دفع المضار صرف الغير لا شرك أكبر، والثاني اعتماد على حي مع نوع افتقار شرك صار، والثالث وكان وتوكل على الحي. لماذا؟ لبيان أن الاعتماد على غير الله لا يمكن أن يكون، لأن هؤلاء يموتون والله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت، الحي والحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا الحق فناء. وتوكل الحي الذي لا يموت صفة منفية ننفي عن الله الموت لكمال حياته سبحانه وتعالى. نعم. لفظ كان إذا دخل على أسماء الله الحسنى فإنه لا يعني نعم كان، وكان الله سميعا بصيرا. قلنا كان هنا مسلوبة الزمن، يراد بها إثبات هذا الوصف لله سبحانه وتعالى ما يجل الله به. نعم. دلالات الاسم ثلاثة: دلالة مطابقة وتضمن والتزام. المطابقة الاسم ينطبق على المسمى، والوصف ينطبق على الموصوف، والتضمن كل اسم لابد يتضمن صفة وإلا الحق في أسماء الله. التزام: هناك أسماء أخرى تدل على هذا الاسم، كيف تعرف هذه الدلالات؟ وبخاصة دلالة الالتزام الرجوع إلى الكتب التي شرحت الأسماء الحسنى. نعم. قلنا الأخير إن الله نعمة، أي نعمة ما يعظكم به، ومن لم يتعظ بالكتاب والسنة فلا واعظ. ذكرنا أن طالب العلم ارتفع مرتبة عن العوام فلا يحضر إلا في حلق العلم والعلماء، أما الوعظ فهذا يكون للعوام. وبالعلم يأتي العلم والوعظ، إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. أخذنا صفة المشيئة، صفة إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى، والمشيئة كونية، والإرادة والحكم والقضاء شرعي وكوني. ما الفائدة
من إثبات أو ما الفائدة من التفريق بين القضاء الشرعي والقضاء الكوني، والإرادة الشرعية والإرادة الكونية، والحكم الشرعي والحكم الكوني؟ هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، أنه لابد أن نفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، أن هناك من يحتج بالقضاء والقدر على المعابد لا على المصالح، وهذا يأتي في سياق الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى في إثبات أهل السنة والجماعة للقضاء والقدر. مفهوم؟ نعم. إثبات صفة المحبة والود والخلة لله سبحانه وتعالى وجلاله. فأهل السنة يثبتون أن لله سبحانه وتعالى صفة المحبة والود والخلة على ما يليق به سبحانه وتعالى. ما الثمرة التي نجنيها لإثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى؟ أن نعمل هذه الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى، ونتذكر أننا بهذا ننال محبة الله سبحانه وتعالى، كالإحسان كالطهارة والتوبة وما إلى ذلك. على كل شيء قدير، لأن الخالق لا يمكن أن يكون خالق إلا بعلم وقدرة. نعم. الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة المعنوية من الشرك. الطهارة الحسية تكون بالماء وهو الأصل، وبالتراب وهو الفرع، وتكون للبدن والبقعة والثوب. بعدها نجاسة حدث نجاسة خبث. نجاسة الحدث إما أكبر بصر، وخبث بدن وبقعة وثوب. الله يفتح عليك. نعم. نعم. أن الإنسان يتذكر بإقامة العدل مع نفسه ومع زوجه ومع أولاده والقاضي والمعلم والحاكم وما إلى ذلك، أنه ينال بهذا محبة الله سبحانه وتعالى. نعم. رأينا الأدب الذي ينبغي أن نسلكه مع من سألنا عن الحكمة في الأمور. نعم. أن الحكمة المضطردة التي توجد في كل نص من نصوص الكتاب والسنة هي التي جاءت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عندما سئلت ما بال الحال تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كنا نؤمر، فعللت بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى. الحكيم من الحكم وهو شرعي وكوني، ومن الحكمة الشرعية وحكم كوني. نعم. نعم. رأينا المحبة وأنواعها. أن محبة مع الله شرك أكبر، محبة لله أو في الله واجب أنفق على الإيمان، محبة طبيعية جائزة بشرط لا تقدم على محبة الله. إنما أموالكم وأولادكم فتنة وغيره. نعم. أخذنا معنى السمع. السميع إما إدراك الأصوات أو المجيب. إن ربي لسميع الدعاء مجيب الدعاء. وإدراك الأصوات إما عام أو خاص أو تهديد. والبصير بمعنى العليم وبمعنى إدراك المرئيات، عام وخاص وتهديد. ونثبت كل هذا لله سبحانه وتعالى وجه الله به سبحانه وتعالى. طيب. نعم. لا يمكن أن يوصف هذا الدين بأنه دين مساواة، بل لم يرد في كتاب ولا سنة هذا الوصف. والدين الإسلامي دين عدل. نعم. رأينا تعريف وشروط الجهاد الشرعي. أنه لابد في كل عبادة
من شروط أركان واجبات وتنتفي عنها الموانع، كما في الجهاد كما في الصلاة والطهارة وغيرها. يقاتلون في سبيله إخلاص، صفا مترصي، كلمة واحدة، غاية واحدة، إمام واحد، كأنهم بنيان مرصوص. نعم، وننال بهذا محبة الله سبحانه وتعالى. أخذنا العهود التي بيننا وبين الكفار. العهود التي بيننا وبين الكفار قلنا ثلاثة: عهد استقام ونستقيم، ونتذكر بهذا محبة الله. عهد نقضوا، هم الذين نقضوا العهد بيننا وبينهم. عهد نخاف منهم خيانة، نقول خذوا عهدكم، العهد بيننا وبينكم لأننا نخاف منكم خيانة، وإما تخافن من قوم خيانة. طيب، الآن نريد منكم بارك الله فيكم يعني أن تراجعوا ما أخذنا من أول هذه العقيدة المباركة إلى ما وصلنا إليه. وغدا إن شاء الله تعالى نمر على كل ما تقدم معنا بعد الفجر، يعني بين أن نعتبر إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة الفجر اختبار شفوي للكل فيما أخذنا، فإن أجبتم استمرت الدورة، وإلا فلا، لأنه لا يمكن أن يعني نزيد من المعلومات دون مراجعة ومذاكرة. كيف تذاكر وكيف تراجع؟ بعض الطلاب لديه متن، وبعض الطلاب لديه شرح، وبعض الطلاب لديه سماع، وبعض الطلاب لديه كذا، ما يعجز بإذن الله. تجتمعوا فيما بينكم عشرة أو كذا وتراجعوا هذه المسائل. البعض بإذن الله ما يحتاج إلى مراجعة من كتاب، يحفظ فيبدأ يراجع، إن بقت عليه مسألة أو أكثر يراجعها من المتون الموجودة أو من الكتب الموجودة. ولا بد أن نعتاد على هذا، أنه أحيانا لا توجد كتب، لا أشكال. قال: ما قلت لمحدث قط أعد عليه. فبارك الله فيكم، يعني إن شاء الله تعالى غدا نريد أن نرى مشاركة من الكل. لا يلزم أننا يعني نضبط كل شيء، لكن يلزم أن نوحد الله ونعرف مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات. ثم حتى إن كانت يعني الدراسة الآن مثلا في هذه الدورة فيها يعني شيء من السرعة وكذا، بعد الدورة إن شاء الله تعالى تبدأ دورة مع نفسك في هذا المتن. والجمعية بإذن الله توزع لكم أقراص فيها شرح هذه المتون. لكن مهم جدا أن تعلم أن هذه الدورات أردنا، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، أردنا بهذه الدورات أن يعني نقرب علم الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى كما هو يعني مكتوب وموجود في الموقع. فالعمدة في شروح هذه المتون إلى شروحات الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. طيب، بالنسبة لما يتعلق ب ما تحدثنا عنه في الدورة السابقة من المساهمة في بناء مسجد في هذه البلدة، ويعني إلى الآن إخوانكم يعني قرب الموعد، وإن لم يعني يسددوا هذا المال ضاع المكان وضاعت الأموال التي دفعت كعربون للمالك للأرض. فيستطيع كل واحد منا أن يجمع بنفسه، يعني يجمع مثلا 1000 يورو، يستطيع والله، يذهب إلى أصدقاء، إلى والدتي، إلى أخواني، إلى أخوالي، إلى خالاتي، من يرى فيه خير يقول هذا المال يجمع. وإن أردت وهذا يكون أحسن، تقول: لا تعطيني هذا المال، مباشرة يودع المال في حساب الجمعية، أو يعني تأخذ ورقة من مسؤول الجمعية أنه قد استلم مبلغ وكذا، أو رسالة عبر الجوال وكذا، وهذا يكون أحسن. ففي جمع الأموال يعني الأصل أن الإنسان يبتعد عن الشبه، قد يتهم. فماذا تصنع؟ تتعامل مع الجمعية بهذه الطريقة، إرسال رسالة عبر الجوال، إرسال يعني يكون شيء مكتوب، أو عبر يعني إيداع مباشرة في حساب الجمعية وكذا. فنحن إخواننا يعني
لا يمكن أن يكون هذا الأمر في كل مرة نذكر وفي كل مرة نأتي ويستأجر الأخوان ويتكلم. يعني هذه الأموال والله لو أنفقت في المركز لكان خير لنا. ونحن نريد يعني أن تكون دراسة للجميع، نريد أن تكون دورة منظمة، يعني هناك كتب موجودة، مراجع، مكتبة يراجع منها الطلاب، مكان للنساء مصلى. صدق يعني أريد أن الأمور يعني تكون إلى أحسن. فكيف يعني ما تحرك شيء؟ اتفقنا أننا يعني تكون المرة الثانية، يعني الدورة الثانية يعني في هذا المركز، لكن قدر الله ما شاء فعل. فإخواننا قدر المستطاع، نحن والله ما نطلب يعني لنا ولا للجميع، نحن نطلب لبيت من بيوت الله، وبيت اتفقنا على أن يكون هذا البيت منارة بإذن الله للدعوة السلفية. فإذا لم نتعاون نحن من أجل نشر هذه الدعوة السلفية، من يتعاون إن شاء الله تعالى؟ اترك يعني بعض الطلاب، اذهب إلى العوام، في الغالب أن العامة يعني هم الذين يدفع في الغالب. نعم، بل أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول أنه بعض العوام قد يكون أتقى لله من بعض الطلاب، لأن الطالب يعرف المداخل والمخارج والخلاف وكذا، لكن العام مجرد ما تذكر له قول سلم. إن من يعني استطاع اليوم أن يدفع دفع، ولا تؤجل إلى الغد، قد تموت. ومن يعني أراد أن يجمع من إخواني أو كذا فجزاكم الله خير. يعني والله لو بهذه الطريقة كل واحد مثلا يجمع 1000، يعني ممكن نحتاج إلى 200 إن شاء الله تعالى. وكل يعني هذا الأمر سهل، والله أنا أعرف إذا أراد الزواج يجمع ما شاء الله. وأنت ترى الآن أهل الباطل الرافضة يجمع ويدفع الواحد منهم 5 ما يملك في كل عام. بل هناك رجل قال أنا ما أدفع لكم 5، أنا أدفع 5، فسموه بو 5. تسمع نشر كتب، أشرطة، دعوة، كذا، سواء كان من رافض أو من غير رافض، ترى يعني البذل. نعم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فأما الزبد فإذا بجفاء. لكن نحن نريد أن نتعاون إخواننا، وأنت ترى ثمرة الحمد لله الآن انتشرت الدعوة السلفية، عرف الناس الحق، عرف المنهج، عرف الطريقة، الدروس وكذا. فهذا الخير لابد أن نحافظ عليه. إذا لم نحافظ عليه نحن اليوم، ترى لابد أن تعلم أن مثلا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عندما كان يدرس الطلاب كان يعرف أن هؤلاء من هم العلماء إذا ماتوا، صحيح ليس علم غيب، فعلم هؤلاء ووعظ هؤلاء وعين هؤلاء في مناصب. لماذا؟ لأنه يعرف أن هؤلاء هم العلماء. فنحن الآن إذا لم نحافظ على الدعوة، الأئمة هؤلاء حافظوا على الدعوة حتى وصلت لنا هذه الصورة، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، الشيخ بن عثيمين، الشيخ بن باز، هؤلاء الأئمة صنعوا تعبوا حتى وصلت لنا الدعوة. إذا لم نتعب نحن غدا أولادك هم الذين سيتعبون، وأنت تعرف هذا الآن، هذا محسوس عندك. لا مسجد، لا مكان، لا مكتبة، لا غيره، شيء فشيء لا ترى أثر للدعوة. ثم الأمور الآن ميسرة، أنت تعرف في بعض البلدان يمنع منعا باتا أن يكون للمسلمين مسجد. الدين الإسلامي غير معترف به أصلا، صحيح؟ تريد تنتظر حتى يخرج قرار
أنه لا يوجد مسجد؟ يا أخي بابي، وأنت تبني لمن؟ تبني لله. وكل ما يقام في هذا المسجد من صلاة، سواء كان فريضة أو نافلة أو تراويح أو قيام أو تهجد أو عيدين أو إفطار صائم أو ذكر، قراءة قرآن، مواعظ، خطب، دروس، أكون لك الأجر بإذن الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الآن أسأل الله أن يوفق، جزاكم الله خير. إلى غدا إن شاء الله تعالى بعد الفجر. الله أعلم.